السلام عليكم، يا رب تكونوا جميعا بصحة وخير دايما. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم خلطة السمك المشوي بطريقة سهلة وبسيطة جدا. أول حاجة عندي المكونات، عندي طماطم وفلفل وليمون وثوم، وكمان عندي هنا شوية من الشبت على البقدونس على الكزبرة، بضيفهم كلهم في الخلاط، وهنا بضيف عليهم الملح، بعد كده بضيف عليهم المية. طبعا الخلطة دي بتعتمدوها في اي نوع سمك مشوي، بجد بتبقى حلوة جدا جدا، بتخلي السمك طعمه يكون حلو وفي نفس الوقت ريحته بتبقى حلوة وما فيهاش اي ريحة زفارة خالص. طبعا هفرمه في الخلاط لحد ما المكونات كلها تتفرم معايا وتبقى ناعمة وتمتزج كلها مع بعضها بالشكل ده كده. طبعا تقدروا تجهزوها وتشيلوها في الفريزر، بتقعد معانا في الفريزر ونطلعها على الاستخدام على طول. وده كده شكلها، عايزه اقول لكم بجد حلوه جدا جدا، جربوا الطريقه دي هتعجبكم. ما تنسوش اللايك وكمان ما تنسوش الاشتراك في القناه.